اضرب. فقاقس فقاقس. ايه روعه والله، اذا انا مش شايف حالي. حلو والله، وظبطت معك يا ابو محمود، وهيك بلش الجد. وحياتك، وهي وحياتك كمان مرة لتثبت الأيام إنه أبو محمود مشطوب. قال بفكر حالي عند عقل، أنا أصلاً بطيقوش. بسيطة، قدامي بتمدحوا فيه، وراي بتقعدوا تحكوا علي، والله لأربيكم. أي وهذا إيه؟ فهو لا انا بحلم، لا ما بحلم، والظاهر اني بحلم. لا يا سيدي انت ما بتحلمش، هاي حقيقه. اي والله لا اعرض بيكم. ايه ايه حط المعلوم عشان السعادة تدوم. تفضل يا سيد الشيخ، تفضل. اطلع برا، حياتك مسرة. انت وين رحت؟ رحت عند واحد صاحبي وهيني اجيت. طيب اجا ابو يزن عليك وسأل عنك وبقول لك روح عليه ضروري. شو بده ابو يزن التاني؟ يعني شو بده غير الفلوس اللي تدينتها منه؟ طيب هيني قايم اشوف ابو يزن وماله. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ انا بقول هادي تهيؤات ولا لا؟ تهيؤات؟ والله بجوز تهيؤات. طيب شو رايك نغير المكان؟ قوم. وين؟ قوم. تهيؤات. يا حسن، حسن. وبعدين معك يا اخوي ابو محمود، مش وعدتني اخر الشهر تدفع؟ صح كلامك، بس والله المبلغ ما تيسر، امهني كمان اسبوع. طيب ماشي، بس بكون في علمك المبلغ بزيد 7%. بس هذا حرام يا رجل. حرام؟ هلا صار حرام يا ابو محمود؟ بصراحة انا اضطريت اخذ منك لاني ما لقيت بديل. سيدي هاي الكمبيالة جاهزة، يا بتدفع هلا يا انت حر. خلص يا سيدي، ماشي ان شاء الله خير. يا طيب مشروب وبندي ويا سمر ويا تمر. اي اي. السلام عليكم. أهلين. عليكم السلام. أهلا محمود، تفضل يا غالي. الله يبارك فيك، والله عندي مشوار ومستعجل. أي زلمة هذاك المخترع عامل فيها مستعجل، تقول رئيس دولة. إيه ما أنا قلت لك هذا يا زلمة ضال وبهبل. شو بدي أقول؟ شو رأيك الليلة نروح نصار عنده؟ منه منتخوت ومنه منتبل عليه. والله انا بقول هيك، حاكم هذا هو مسخره الزلمه، مسخره. شوفي. لا الموضوع ما بنسكتش عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكت يا زلمه، انا اللي تبرميت. اي طبشني تطبيش. شو هذا؟ حاسس رايت بسرط حمراء. اخي راسي ريي، انا بدي مساج. شو هذا؟ شباب اهلين. سعيد تعال اقول لك تعال. شو صار معك؟ فشيت قلبي فش. شو قصدي؟ حليت المشكله معه. يعني سمعتوا صوته؟ والله صوت بدون صوره. محلولي ما الكم الا الشيخ صفرجل. اكلنا بطاطا. شو يا ام محمود، شو صار مع اخوك؟ والله يا ابو محمود شكله حيطلق مرته.
ما قلت له يا بنت الناس يطول باله. امي بتقول معمول لهم عمل وبدها تاخده على الشيخ سفرجل. هذا دجال وكذاب. لا والله يا ابو محمود، جارتنا إلها سنين بتتعالج وما شفيت إلا لراحت عنده. طيب انا في عندي مشوار، انت صاحب الهيني جاي. قولوا خبروا اياك تشعبر. هذا يا سيدي الشيخ. ما تخافوش، انا ملك الصخور وراح ادمره. الله يسعدك، وجه الدمر وحرق لي اياه حرق. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي سيدي ضربني. لا تخافوا ولا عباكم، فيش ولا واحد بالسجن يقرب هون، لا انس ولا جن. الله يسعدك الله يسعدك. تهتم الفيزياء في نفس الوقت بدقة القياس، وابتكار طرق جديدة للقياس تزيد من دقتها. ولك روح، الله ينجحك يا بني. فهذا هو أساس التوصل إلى التفسير السليم للظواهر الطبيعية. وتقدم الفيزياء ما توصلت إليه من طرق القياس للاستخدام في جميع العلوم الطبيعية والحيوية الأخرى. يا أمي! يخرب بيتكم، شو اللي كان لي اساعدكم انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك يا اخوي ابو محمود. الله يرجع عليك وبدون مقدمات. تفضل. انا بدي تدفع لي المصاري زي ما بدك وبدون فوائد. شو في؟ شو صار؟ والله يا اخوي ابو محمود انا توبت لله عز وجل. ونعم بالله ونعم بالله. والله يا ابو محمود لو تعرف شو جرالي اليوم، ما جرى لمخلوق على وجه الأرض. يا ساتر، شو جرى؟ آخ يما، خلاص يا عمي أنا متت، خلاص مش قادر. ولا كمان أمي، الله خلي لي أمي، كانت دايما تدعي لي تقول لي إيش، الله الله يبعث لك بكل طريق صديق. هيا تنفس. وما دعت لكيش أمك، الله يخرج من هالضيق اللي إحنا فيه. بقول لها امشي. وين سعيد؟ سعيد حبيبي. وعلى عادي، ما دام انت صحيت ما راح تشوف ولا كابوس. اكيد يا اخوي ابو محمود. اكيد يا زلم، يا زلم يكون زي ابو محمود القوي، لا بهمه انس ولا بهمه جن. هذا على بياض، هذا ما له سم، وهي نومه.